فليتفضل السيد الوزير. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا أوجه تحية لكم فاعلين جمعويين بجهة طنجة تطوان الحسيمة في افتتاح المرحلة الثانية من برنامج تكوين الفاعلين الجمعويين على الديمقراطية التشاركية. هذا البرنامج انطلق في أكتوبر من السنة الماضية. كانت المرحلة الأولى تهم حوالي 400 فاعل جمعوي على 12 جهة، والحمد لله انتهت المرحلة بنجاح، وتلتها أيضا المرحلة الأولى من برنامج تكوين المكونين. البرنامج الذي ينطلق اليوم يستمر طيلة 3 أيام، تكوين مكثف يجمع معارف بمهارات عملية، وتكوين المكونين يستمر طيلة 10 أيام، ودائما يأتي بعد انتهاء مرحلة تكوين الفاعلين الجمعويين. المرحلة الثانية أيضا ستشمل 12 جهة على مستوى المملكة، وستستهدف تقريبا نفس المحاور، المحور المتعلق بالعرائض، المحور المتعلق بالملتمسات الشرعية، المحور المتعلق بالترافع على عريضة أو ترافع على من أجل الملتمس التشريعي، والمحور المتعلق بالمستوى المحلي، هيئات التشاور العمومي وما يرتبط بها. هذا البرنامج الذي كما قلت المرحلة الأولى منه الحمد لله انتهت، المرحلة الثانية وهي الأخرى ستستهدف حوالي 400 فاعل جمعوي على مستوى 12 جهة، وستليها أيضا مرحلة تكوين المكونين، والهدف هو أن نصل إلى ضمان تكوين 1200 فاعل جمعوي 100 على مستوى كل جهة، مع العلم أنه جاءتنا الطلبات مما جعل العدد يرتفع إلى حوالي 1400 فاعل جمعوي. وكما سبق أن أعلنت فإن هذا التكوين عندما يتم التقدم بطلب في إطاره لا يرفض. هذا التكوين للفاعلين الجمعويين لمدة 3 أيام نظرا للحاجة الملحة للتكوين في هذا المجال. ولهذا بالنسبة إلينا اعتمدنا منهجية تقوم على التوجه نحو الفاعلين الجمعويين وإطلاق هذا البرنامج الطموح. لماذا هذا الاستثمار والذي أعتبره أولوية عند الوزارة؟ لماذا هذا الاستثمار في التكوين؟ لأن يعني التكوين هو المفتاح الأساسي للنجاح فيها في مشروع الديمقراطية التشاركية. اليوم من ناحية القانونية هنالك مستجدات كثيرة جاء بها الدستور الجديد والقوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية بين 2011 و2017. عندما نقف على هذه المرحلة 2011-2017 نجد أن العديد من القوانين صدرت، لكن نحتاج إلى تكوين مكثف، ولهذا القاعدة عندنا في التكوين أن لا يتجاوز عدد المستفيدين 30-35 واحد في كل دورة حتى تكون فرصة كاملة لتملك هذه الآليات. قلت هنالك منظومة قانونية تشكلت اعتمدت بدءا من أحكام الدستور الفصل 12 الفصل 13 الفصل 14 الفصل 15 الفصل 139، وأيضا القوانين التنظيمية، 3 قوانين تنظيمية تتعلق بالجماعات الترابية زائد القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض زائد القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية. وهذه القوانين التنظيمية وضعت إطار، مثلا عندما نأتي
إلى قانون التنظيم الخاص بالجامعات الترابية يتيح للجمعية أن تتقدم بعريضة من أجل إدراج نقطة في جدول الأعمال. وعندما نذهب إلى القانون التنظيمي للجامعات الترابية أيضا نجد أنه يلزم الجامعات الترابية بالتشاور مع الجمعيات في إعداد برامج التنمية وفي تتبعها. هذا المقتضى هو ترجمة المقتضى 139 من الدستور. ثم بعد ذلك عندما نأتي إلى سنة 2016، لأن القانون التنظيمي صدر في 2016 صدر المرسوم التطبيقي، مرسوم ينص على ماذا؟ على كيفية إشراك الجمعيات في إعداد برامج التنمية الجهوية وتتبعها. ينص أيضا على ما يتعلق بنموذج العريضة التي تتقدم بها الجمعية أو المواطنين على المستوى المحلي. القانون التنظيمي للعرائض التي توجه للحكومة أو البرلمان صدر في 2016، لكن في 2017 صدر المرسوم التطبيقي أو النص التنظيمي الذي أحدث لجنة العرائض، وفعلا في ماي ثم بعد ذلك في يوليوز تم إرساء هذه اللجنة. إذن عمليا نحن إزاء منظومة قانونية تشمل العديد من القوانين كما تشمل العديد من المراسيم. والأمر لا يتعلق بالنصوص المباشرة، يعني يمكننا أن نأخذ المثال ديال القانون ديال الحق في الحصول على المعلومة. في المادة 10 نص على أن مثلا على النشر الاستباقي لعدد من الأمور، من بينها ما يتعلق بميزانية الجماعات، القوائم المحاسبية والمالية، مشاريع القوانين. وهذا الأمر لم يكن اليوم. الآن ميزانية الجماعة ينبغي أن تنشر بشكل استباقي، ويمكن لجمعية انطلاقا من ذلك تلك الميزانية أن تشتغل على إنتاج عرائض لتتبع تنفيذ ما تم التنصيص عليه في الميزانية. مثلا النص التنظيمي المتعلق بدراسة الأثر، هذا صدر في نهاية نوفمبر 2017، ويتضمن مقتضيات من بينها أن مشاريع القوانين التي تعد عندما يصدر قرار رئيس الحكومة بإخضاعها لدراسة الأثر، أنا من مشمولات دراسة الأثر الاستشارات التي تمت على ذلك النص. هذا أيضا من المستجدات. القانون التنظيمي للمالية ينص في أحكامه على مسألة جوهرية، وهي أن الحكومة عندما تتقدم بمشروع قانون مالية تتقدم معه بحوالي 13 تقرير مذكرة تقديم، تقرير اقتصادي ومالي، تقرير الحسابات الخصوصية، تقرير المنشآت والمؤسسات العمومية، تقرير ديال الدين ديال الدين العمومي، تقرير النفقات الجبائية، تقرير على توزيع الاستثمار العمومي بحسب الجهات، تقرير مقاربة النوع، تقرير الموارد البشرية، تقرير المقاصة. 13 تقرير. تقرير نفقات الدولة المسيرة بصورة مستقلة. تقرير. وكل تقرير يمكن أن يشكل بالنسبة للفاعل الجمعوي موضوع عريضة، لأن النشر الاستباقي يتيح تقدم ملتمس تشريعي للبرلمان، كما يتيح التقدم بعريضتهم مثلا نص تنظيمي إلى الحكومة. ونفس الأمر التقرير الخاص بالتوزيع الجوي للاستثمار العمومي يتيح أن تتقدم بعريضة لطرح سؤال حول استثمار معين خصص لمنطقة ما مآله. إذا نحن إزاء منظومة قانونية إما مباشرة أو غير مباشرة تضمنت أحكام فيها. ولهذا التحدي الذي طرحناه على مستوى الوزارة أن ربح رهان ديمقراطية تشاركية
مشروط بإطلاق برنامج تكويني طموح في الديمقراطية التشاركية. وقمنا بصياغة برنامج أسميناه برنامج الديمقراطية التشاركية، يتضمن هذا التكوين العام في الديمقراطية التشاركية لمدة 3 أيام مختلف الجهات المملكة، وانتقع الاستجابة لكل الطلبات. ثانيا، برنامج تكوين المكونين، أي تكوين فاعلين جمعويين ينخرطون في برامج تكوينية على مستوى مدنهم وقراهم والمناطق التي يشتغلون فيها. ثالثا، منصة رقمية للتكوين عن بعد، والآن مع خاصة كلية الحقوق بسطات وكلية الحقوق بمراكش، جامعة القضائية، جامعة الحسن الأول بسطات، نتقدم من أجل استكمال النظام البيداغوجي، لأنه سيكون مسلك وسيمتد على أشهر، وسيكون وفق نظام التكوين عن بعد بمنهاج دراسي وشهادات في نهاية التكوين. وهذا المشروع هذا الحمد لله إن شاء الله نحن عازمون على إخراجه وإطلاقه، والعمل فيه يتقدم. أيضا مشروع لقاءات جهوية تشاورية، والأسبوع المقبل ستكون المحطة الرابعة بعد محطة الرباط، جهة الرباط وجهة الدار البيضاء وجهة مراكش. المحطة الرابعة ستكون جهة فاس مكناس، وهي لقاءات جهوية تشاورية. ثم الإجراء الخامس الذي أطلقناه في برنامج الديمقراطية التشاركية هو إرساء لجنة العرائض وإحداث خط هاتفي وإطلاق حملة تواصلية ستنطلق إن شاء الله في الشهر المقبل. حملة تواصلية مكثفة ببرنامج في هذا المجال. ثم أخيرا، أن لجنة العرائض التي تتوفر اليوم على نافذة رقمية ستصبح إن شاء الله قبل منتصف هذه السنة تتوفر على منصة رقمية متكاملة تهم العرائض التي توجه للسلطات العمومية. إذن هو برنامج يشمل على عدد من النقاط، برنامج الديمقراطية التشاركية على مستوى الوزارة يشمل على سلسلة نقاط: تكوين الجانب الرقمي، الجانب التواصلي، الجانب التحسيسي، الجانب التشاوري. وهذا الأمر يتم بشراكة كما قلت مع الجهات، وهدفنا منه هو تخريج جيل من الفاعلين الجمعويين المتملكين لهذه الآليات التي جاءت بها المنظومة القانونية. وبدون ذلك لن نستطيع تجاوز الهوى، لأن كاين واحد الهوى نخاف أن تنشأ. هو بين ماذا وماذا؟ هو بين نصوص قانونية متقدمة وواقع غير قادر على لا تظهر فيه سمات أو نتائج أو ثمار هذه المنظومة القانونية المتقدمة. وأنا سردتها على أمامكم: 3 قوانين تنظيمية للجماعة الترابية، وسلسلة وقانونين تنظيميين خاصين بالعرائض والملتمسات الشرعية، ثم سلسلة من المراسيم والنصوص التطبيقية فضلا عن قوانين أخرى. ونحن في الوزارة نعتبر أننا في مرحلة تأسيسية، لأن هذا المسار هو جديد. القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية صدرت 2015-16-17 في 3 سنوات الأخيرة. إذن هذه السنة الأولى أعتبرها سنة مفصلية، وقد صرحت بذلك قبل مدة، لأن التحدي طيلة عقود كانت هنالك مطالب بهذه الأمور. اليوم عندما تم إرساؤها نواجه تحدي استثمارها. يمكن أن تعودوا للميثاق الجماعي القديم، يعني مسألة كان الحديث عن الجانب التشاركي في إعداد البرامج عام. اليوم إذا عدنا المادة 116-117 مثلا من القانون التنظيمي الخاص بالجهات، تنص على الإشراك المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. المادة 117 تنص على هيئات التشاور التي تحدث على مستوى الجهات. 117 هيئة تشاور الشباب، هيئة تشاور الخاصة بالشأن الاقتصادي، وهيئة تشاور الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص والنوعية. 3 هيئات.
وزارة المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الداخلية أصدرت دليل قبل مدة وعممناه، يهم دليل إحداث هيئة التشاور وتفعيلها، هو دليل جدها من حوالي 60 صفحة ومفيد، والجميع عنده قناعة بهذا التحدي أن إنجاح مسار الديمقراطية التشاركية لا يمكنه أن يتم إلا بالاستثمار في الفاعلين الجمعويين، إلا في تأهيل وتخريج هذا الجيل الذي نطمح إليه حتى تقع ترجمة ما جاء في النصوص القانونية إلى واقع. الديمقراطية التشاركية ليست بديلة عن الديمقراطية التمثيلية بل يتكاملان، ويمكن أن نعود إلى خطاب العرش لسنة 2007 أن الديمقراطية التمثيلية التقليدية تتكامل مع الديمقراطية التشاركية العصرية، والبشرية اهتدت لهاتين الصيغتين لأنهما تتكاملان وتنتجان فعالية في القرار العمومي، ينتج عنهما قدرة أكبر على حل المشكلات، ينتج عنهما وساطة استباقية لمواجهة التحديات، ينتج عنهما قدرة على تعزيز أو قدرة على المساءلة، القدرة على المساءلة، لأنه فعل الفاعل العمومي مع الفاعل الجمعوي يعني يتكاملان، أحدهما ليس بديل عن الآخر، ولكن التحدي الكبير هو أن الفاعل العمومي عندما يسائله الفاعل الجمعوي هذه مسألة طبيعية، حق أي مواطن أن يسائل ماشي فقط الفاعل الجمعوي، هذا هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولكن أيضا بالإضافة للمساءلة كاين الوساطة التي تتيح المشكلات بطريقة استباقية وقبل أن تتفاقم وقبل أن لا نجد لها حلا أو أن يكون الحل مكلفا. وأيضا الفاعل الجمعوي باعتباره شريك، أنتم تلاحظون الآن عندنا نسيج جمعوي يشكل ثروة في بلدنا، يطالع بمهام ويقدم خدمات وأعمال استثنائية. يعني قبل يومين كان زارتني جمعية تشتغل في مجال دعم الأمومة في مجال قروي صعب، نتج عن اشتغالهم، تأسسوا في 2005، الآن وصلوا إلى حوالي رعاية أو التكفل بحوالي 500 امرأة سنويا، والنتيجة أن معدل وفاية الأمهات في تلك المنطقة تراجع بحوالي 69%، ويشتغلون بإمكانات مالية بسيطة. ولكن حصيلتهم من 2005 إلى 2017 حصيلة مشرفة، جمعية تشتغل في مجالات مثلا تصفية الكلية، وفي جمعية تشتغل في المجال الصحي، المجال التعليمي، في المجال، الآن عندنا أزيد من 800 دار الطالب والطالبة تطلع بأدوار أساسية في مكافحة الهدر المدرسي، جمعية تشتغل في مجال المرافعة الحقوقية من أجل تعزيز الحقوق والحريات، تشتغل في مجال البيئة، في مجال المناخ، في مجال تنمية الاقتصاد التضامني والثقافة التعاونية، في بمعنى نتوفر في بلدنا على إمكانات هائلة في المجال الجمعوي، ويطلع القائمون عليها من المتطوعين، وهذه مناسبة لتوجيه التحية لهم، تحية لهن، أن هذو الناس كيشتغلوا في صمت ويضحيوا بالأوقات ديالهم، ينبغي الاصطفاف إلى جانبهم، الدفاع عنهم ودعمهم، هذا هو التحدي. ولهذا الأدوار المرتبطة بالمساءلة، بالوساطة، بالشراكة في القضايا المتعلقة بالتماسك الاجتماعي والأمن المجتمعي وبالتنمية. ولهذا برنامجنا اليوم يهم بشكل أساسي ما يتعلق تعزيز قدرات الفاعل الجمعويين على تملك المنظومة القانونية الجديدة
التي تتيح تملك المنظومة القانونية الجديدة التي تتيح لبلدنا تعزيز مساره الديمقراطي وتعزيز بنائه الديمقراطي. فالمسألة ليست طرفا وليست مسألة تكميلية، لا، هذه مسألة جوهرية مرتبطة بتقدم المجتمع. ليس هناك مجتمع يتقدم بدون فاعل جمعوي يطالع بأدوار الوساطة والمساءلة والترافع والتقييم والتتبع والمساهمة في التنمية. يعني لا يوجد بلد في العالم استطاع أن يتقدم ناحية الديمقراطية والتنموية إذا لم نلحظ أن هذا البلد، يعني لم يتقدم أي بلد بدون ملاحظة هذا الأمر أو الاستثمار في هذا الأمر اللي هو الديمقراطية التشاركية. الديمقراطية التشاركية عمودها والفقري هو الجمعيات، الديمقراطية التمثيلية عمودها والفقري هو الأحزاب، وهما يتكاملان. والآليات التي نص عليها الدستور هي متعددة، لأن الآلية المرتبطة بالعرائض والملتمسات التشريعية هي آلية مباشرة، ولكن كاين الآلية التشاورية التي نص عليها الفصل 12 من الدستور وتقوم بشكل أساسي على المساهمة في الاقتراح وفي تتبع والتفعيل وفي التقييم. لماذا؟ الاقتراح ديال سياسات عمومية أو قرارات عمومية، تتبع ديال سياسات عمومية أو قرارات عمومية، تقييم سياسات عمومية. وهذا دور أساسي. وأنا فعلا كان عندي لقاء مع في إحدى المدن ووجدت منتخبين يستغربون كيف يعني أن الفاعل الجمعوي يتتبع سياسة تنموية، نعم، أو برامج التنمية. هذا نص عليه الدستور موجود في العالم. في ألمانيا الديمقراطية الوسيطة تقوم على شراكة فعلية مع الفاعل الجمعوي. القرار في نهاية المطاف هو بيد الهيئات المنتخبة، هي التي لديها الشرعية، انتخبت. كان يكون فاعل جمعوي لوحده ولكن عنده فكرة، وتلك الفكرة تساهم في حل الإشكالية. كاين مناطق التي زرتها ووجدت أن فاعلين جمعويين يعني أخذوا الميزانية ديال الجماعة ويسألون لماذا هذه الطريق لم تنجز، لماذا هذا البئر لم يحفر. وهذا مطلوب. وأنا عندما أقول بأن هذا الشيء يساعد على السباق ديال المشكلات وما يكوننا من تجاوز التحديات، لهذا السبب لأن النجاح في البناء الديمقراطي يتحقق بشكل أساسي بمأسسة الفاعلين في المسار الديمقراطي والبناء الديمقراطي. يعني كاين عندك فاعل جمعية أو كذا، ولكن هذه الجمعية كيف ستستطيع أن تمارس أدوارها؟ ولهذا الفصل 12 وضع لنا الأطر العامة، ولكن عندما نأتي ونجد القانون التنظيمي للجامعة الترابية نص على إحدى هيئة التشاور، وأن هذه الهيئة تنفتح للفاعلين الجمعويين. والآن كل جامعة ترابية ولت ملزمة بأن تتوفر على سجل للجمعيات النشيطة، وأن تعلن أن الجمعيات التي لديها اهتمام لتكون فاعل. والآن بعض الجماعات ماذا فعلت؟ كاين التي تنظم خميس تشاوري، أربعاء تشاوري، منتدى الجمعيات، لقاء مع الجمعيات مرة في الشهر، وذلك كانت له أثره الكبير على البناء التنموي. بمعنى خص الهيئات المنتخبة أن ترى في الفاعل الجمعوي شريك. والحمد لله لدينا في بلدنا رصيد مهم كما سبق أن أشرت. إذن هنالك آليات تشاورية يتم إرساؤها، وهنالك منظومة مؤسساتية. عندما نقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو بنية من بنية الديمقراطية التشاركية.
من جهة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو بنية من بنية الديمقراطية التشاركية، مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، مجلس استشاري للأسرة والطفولة، مجلس هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، مجلس الوطني للغة والثقافة المغربية. هذه المنظومة بأكملها هي منظومة بشكل أساسي تشتغل في مجال مأسسة الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني. في نهاية المطاف مجلس أعلى التربية والتكوين والبحث العلمي، في بنيته كاين مكون أساسي اللي هما فاعلين الجمعويين المشتغلين في هذا المجال، وعبرهم تقع عملية التشاور، فضلا على التشاور الذي يتم بشكل عبر العالم الرقمي. نحن في الوزارة كنا بصدد صياغة مذكرة حول ولوج الجمعيات إلى الإعلام السمعي البصري العمومي، فأطلقنا تشاور عمومي حول لتلقي مقترحات الجمعيات في هذا المجال. حوالي 10 مذكرة تلقيناها، وعلى ضوء ذلك قمنا بتوجيه مذكرة إلى الهيئة العليا ونشرت في موقع الوزارة. إذن التشاور العمومي ينبغي أن يصبح ثقافة وسلوك. نعم هنالك عقليات محافظة ما زالت تواجه هذا الأمر، وجلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهت إلى ملتقى الجهات أشار إلى هذا الأمر. ولا يمكن أن نتصور جهوية متقدمة بدون ديمقراطية تشاركية. هذه الآليات التشاورية، آليات مباشرة للديمقراطية التشاركية كالعرائض والملتمسات، الآليات المؤسساتية أو المؤسسات التي هي في نهاية المطاف ستشكل خطوة لنقلة نوعية في مسار البناء الديمقراطي لبلدنا، وإلا سنبقى إزاء ديمقراطية مرتبطة بالأحزاب وبحضور جزئي لبعض الفاعلين الجمعويين دون أن نستطيع النزول لجعل المنظومة الديمقراطية في بلادنا منظومة إدماجية تمكن من إدماج مختلف الفاعلين المعنيين بمستقبل بلدنا. ولهذا السبب كما قلت لكم أطلقنا برنامج طموح يشتمل على عدد من العناصر، تقدمنا في عدد منها ولله الحمد، وهذا التقدم يمثل بالنسبة لبلدنا مجرد بداية. ولهذا أنا الإخوان الذين يتحدثون عن أن 1200 فاعل جمعوي يعني برنامج طموح، نعم هو طموح لأن الرقم يبدو 1200، ولكن بالنظر للحاجيات هو مجرد خطوة. وأنا جد سعيد أنه من بعد المرحلة الأولى للبرنامج بدأت تتشكل شبكات وأنوية تجمع المشاركين في هذا البرنامج لتبادل الخبرات والتجارب. ونعطيكم مثال يعني ذكرته قبل مدة، مثلا سيؤبيه هذا من منطقة تعميمها، ونسعى إلى أن تشكل بالنسبة إلينا كبلد فرصة ومحطة للبناء أو إطلاق صيرورة تصاعدية للديمقراطية التشاركية في بلدنا. نعم هذا المسار ليس بالسهل، تواجهه تحديات. أنا أشرت قبل قليل الحديث على بعض العقليات المحافظة ترى في الجمعيات بديل ومنافس وتنظر الأمر بحسابات انتخابية وضيقة، انتخابات لها منطقها وما زالت الآن على مستوى الجماعة الترابية. نحن عندنا تحديات ينبغي أن ننظر إلى أن ننتبه إلى ما قاله جلالة الملك من أن النموذج التنموي الحالي غير قادر على تلبية الحاجيات. كيف سنستطيع إرساء نموذج تنموي جديد إذا لم يقع إشراك الفاعلين الجمعويين؟ والفاعل الجمعوي عندما يقع إشراكه يشكل إحدى القنوات الأساسية لحل هذه المعضلة المرتبطة بجودة المرافق خدمات المرافق العمومية وتنزيل الجاوية المتقدمة والإسهام في تلبية الحاجيات للمواطنين.
بمعنى الأمر ليس مسألة ليست يعني مسألة تكميلية كما أشرت أو طرف ولا مسألة هامشية أو جزئية، لا، هذه قضية في الجوهر. بناء ديمقراطي تنموي ينبغي إرساؤه، ولا يمكن النجاح في إرسائه إلا بعدد من المقومات، ومن بين هذه المقومات مقوم الديمقراطية التشاركية، ولا يمكن النجاح فيه إلا بالاستثمار في الفاعلية الجمعويين وفي تكوين الفاعلية الجمعوي. نفس الأمر سيكون في السنة المقبلة بالنسبة إلينا، لأن هذا المسار ديال التكوين سيستمر، وهو تكوين لا مركزي، وثماره ستشكل نقلة كما قلت نقلة نوعية في المسار المرتبط بالحياة الجمعوية ببلدنا، مسار تنمية وتطوير الحياة الجمعوية. برنامج الديمقراطية التشاركية إلى جانبه هنالك أربع برامج أطلقتها الوزارة. هنالك برنامج الأمن المجتمعي، دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن المجتمعي، ما يتعلق بمحاربة الجريمة، العنف ضد النساء، التطرف، الغلو، ما يتعلق بأمن المحيط المدرسي، محاربة الجريمة، كل ما يتعلق بالأمن المجتمعي، وتم إطلاقه في الدار البيضاء. إن شاء الله تكون عندنا ندوة دولية وعندنا ملتقى وطني في القريب إن شاء الله. ثانيا، برنامج يتعلق بالمجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد، وأيضا هذا البرنامج أطلق، الأمن المجتمعي أطلق في الدار البيضاء، وهذا البرنامج النموذج التنموي أطلق في طن مراكش، وستكون المحطة الثانية منه في فاس، وستخصص لموضوع التنمية المجالية. كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون رافعة من رافعات تجديد النموذج التنموي، إما بشكل مباشر عن طريق إسهامه في تعزيز قدرات إنتاج الثروة، عندما ننظر الاقتصاد التضامني، عندما مثلا الجمعيات 400 ألف مستفيد من برامج الوكالة الوطنية لمحو الأمية عن طريق الجمعيات، أو عندما نقف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية في علاقتها مع مؤسسة التعاون الوطني، أزيد من 140 ألف نسيج من الفاعلين الجمعوي، ويقع في العديد من المؤسسات تكفل بأشخاص في وضعية صعبة، بأشخاص في وضعية إعاقة، بمسنين، بأيتام، بمعنى واحد مجهود. ولهذا ينبغي أن نقدر في بلدنا عاليا ما يقوم به النسيج الجمعوي. مبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني واحد مجهود كبير، 3 مليار ديال الدرهم سنويا، آلاف الجمعيات، الفلاحة التضامنية والتعاونيات، اقتصاد، يعني 500، يعني منظومة. ونحن نقول أن الاستثمار وإطلاق نموذج تنموي جديد ينبغي أن يتم عبر الاستثمار في الفاعل الجمعوي، والنموذج الفرنسي بارز، 10% من سوق الشغل في الجمعيات. هذا معطى. هنالك البرنامج الرابع يتعلق بالترافع المدني حول القضية الوطنية، لأن ربح رهان ترافع من أجل هذه القضية هو أيضا رهان للمجتمع المدني. شعوب، هنالك شعوب كثيرة للأسف يقع بث أفكار مساندة للأطروحات الانفصالية من طرف هيئات مدنية، نحتاج إلى هيئات مدنية قادرة، وهنالك رصيد موجود في بلدنا، هي ترافع الآن في الأمم المتحدة، مؤخرا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في البرازيل، يترافع المنتدى الاجتماعي، يترافع في جنيف، هنالك رصيد. نحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة أقوى وتعزيز قدراته. ثم هنالك برنامج أخير هو الخامس، يتعلق بالتحول الرقمي للفاعلين للمجتمع المدني. هذه الخمس برامج، التحول الرقمي هو
إنجاح الانتقال إلى العصر الرقمي بالنسبة للجمعيات. جمعيات اليوم ليست هي جمعيات الأمس. جمعيات الأمس كانت تنتظر يوم الأحد صباحا ليقع اللقاء لمدة ساعتين وإلى الأسبوع المقبل. اليوم الفاعل الجمعوي مع الفاعلين الآخرين في جمعيته أو في النسيج 24 ساعة 24 ساعة، مجموعة واتساب، صفحة فيسبوك. العالم الرقمي يحول جذريا من مجال اشتغال الفاعلين الجمعويين على مستوى جمع اقتراحات، بناء مشاريع، تأطير، تكوين، التواصل الداخلي، الإشعاع، التأطير العام، بناء شبكات، صياغة عريضة، تقديم ملتمات. هنالك تحول رقمي يجري، والأجيال الشابة التي أو الشباب الذين هم العمود الفقري لأي فعل جمعوي، شاب متطوع يبني نفسية شخصيته، يعزز من مهاراته وملكاته، هم المعنيون وهم الآن يولدون وينمون داخل العالم الرقمي. ولهذا الفاعل الجمعوي في بلدنا معني بالقيام بتحول رقمي. هذا برنامج خامس نشتغل به. استراتيجية الوزارة هي هذه الخمس مشاريع: الديمقراطية التشاركية، أمن المجتمعي، النموذج التنموي، الترافع المدني حول القضية الوطنية، والتحول الرقمي. خمس برامج، ونحن نجاحنا في هذه الخمس برامج لا يمكن أن يتم بدون تكوين. هذا التكوين في هذه البرامج الخمسة لا يمكن أن يتم بدون إصلاح المنظومة القانونية واستكمالها. لا يمكن أن يتم بدون تعزيز منظومة التمويل والشراكة. لا يمكن أن يتم بدون تعزيز قدرات التعامل مع وسائل الإعلام والعلاقة معها وتطوير لا يمكن أن يتم بدون تطوير المنظومة الضريبية والمحاسباتية. فهنالك آليات، لكن هذه الآليات القانونية، التكوينية، المالية وغير ذلك مرتبطة ببرامج خمس. والتكوين الذي ننطلقه في اليوم هو تكوين يوم برنامج واحد من هذه الخمس برامج، اللي هو برنامج الديمقراطية التشاركية. ولهذا أنا تقدمت بين أيديكم بعناصر الاستراتيجية الأساسية للوزارة، لأن ليست استراتيجيتي، هي استراتيجيتكم، ونحن جميعا إن شاء الله سنشتغل من أجل أن ننجح فيها وأن تشكل إطار للتقدم في هذا المسار المرتبط بالديمقراطية التشاركية. ختاما لابد أن أجدد التنويه بكم وبكنا، وأن أؤكد على ضرورة استثمار هذه المحطة، وأن تشكل بالنسبة إليكم منصة للتعاون والالتقاء. أنتم قادمون الآن من مدن مختلفة، من جهة طنجة الحسيمة تطوان، وهي فرصة لتبادل خبراتكم، لأننا لا نبدأ في الديمقراطية التشاركية من الصفر. هذه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والبناء عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.